هذا النوع من الفراسة مبني على العلم، يكون إنسان عنده علم وفقه الله لهذا العلم، فهو يعرف هذا ما هو مقصد من هذا السؤال، ولو أنني سألت هذا السؤال ماذا سيجيب، قبل أعطي السؤال أنا عارف إيش راح يجيب. كيف؟ من العلم، من الخبرة. وهذا تجده كثير عند العلماء اللي آتاهم الله عز وجل قوة في المناظرة، سواء إيصال المعلومة ليقنع السائل أو ليفحمه إن كان هو إيش مناظر أو مخالف. هذا كثير جدا ممن اشتهر في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله، يعني إذا ناظر واحد سبحان الله يعطيه أسئلة عجيب، يعني حتى الذي يسمع له من الأشرطة إذا مثلا أنت أول مرة تسمع له في المسألة الفلانية ما سمعت واحد من قبله ممكن تقتنع، بعدين صعب تغير رأيك من قوة إقناعه، يعني حتى بالمسائل العلمية. فيذكر أن في واحد نزل قريب من بيته يدعي أنه يحضر الأرواح، ذهب للشيخ الألباني حضر الأرواح، قال حضر لي روح البخاري بدي أسوي عن بعض علل الحديث، وين حصل له جني يعرف علل الحديث؟ يعني هو جيب ناس جنوا يتكلم الجني يقول هذا أبوك وهذا صوت جدك وهذا فلان، جيب الواحد من التاريخ يجيب لك ويتكلم الجني، شوف سمعت صوت؟ قلت له سامعك رد عليك سمعت؟ يبكي واحد. فقال حضر ليش روح البخاري، البخاري أمير المؤمنين بالحديث، وين حصل للجني يعرف يقلد البخاري ويسأله بعرف على الحديث وجاوب الرجل من ثاني يوم مشى. أشهد أن محمد رسول